من اكتر الحاجات اللي بتعجبني في رؤوف خليفه لما بيعلق ماتشات السيتي انه بيحسسني ان المشكله كلها هي مشكله رياض موجود في الملعب ولا لا. رياض لو موجود في الملعب هيحل لي كل المشاكل. ما ينفعش بيب قاعد رياض دكه، ما ينفعش بيب رياض في الماتشات الكبيره يكون دكه. اللي هو انت بتقول ايه بالظبط؟ انت بتقول ايه؟ انت فاهم الماتش ماشي ازاي؟ ماشي انت عايز تكسب شريحه من الناس، بس اتكلم صح. قول ان لو رياض في الملعب وحطينا على رياض جاك جريليتش في الملعب وحطينا على رحيم ستيلينج او حطينا على اللي كان بيلعب الناحيه الثانيه اللي هو مفترض ان هو فيل فودن، حطينا معاه هاف تاني، ما كناش هنجيب جوان الا من العمق. لو حطينا اتنين اطراف شمال واتنين اطراف يمين برضه ولا هنعمل اي حاجه، لان احنا بنلعب انطونيو كونتي عنده فكره واضحه حوالين مانشستر سيتي. مانشستر سيتي مدير الفني شخص عنده كبر بطريقه غير طبيعيه، مدير فني عنده كبر وغرور ودرجة عنجهية غير طبيعية. فكرتي الفاشلة اللي أنا فخور بيها المهاجم الوهمي لازم أطبقها في الماتشات الكبيرة وتطلع فاشلة. ليه؟ عشان أنا عندي كبر وأنا عندي أفكار إني هكسب الدوري بلا مهاجم أو مهاجم وهمي. خد يلا خد والله خد بجد خد. الموضوع متعب، الموضوع مرهق جداً. نفس السيناريوهات اللي بنخسر بيها الماتشات الكبيره هي هي. اي مدير فني محترم بيلعبنا عنده ادوات هيقفل الهاف الشمال وهيقفل الهاف اليمين وهيسيبك تعك زي ما انت عايز تعك. هيكون نقطه قوتك الوحيده هو الزيادات اللي بيعملها ايكاي جندوجان في ال 18. وجندوجان مع اريك داير مع روميرو مع بن ديفيس كان الموضوع صعب عليه ان هو يتعامل مع بنتنكور مع هولبرج، اللي انا كنت بطالب ان هولبرج يلعب وما ينفعش انك تقعد هولبرج دكه لاي حاجه في توتنهام. هولبرج وبنتنكور عملوا مباراه مميزه جدا، قفلوا لك العمق مع الثلاثه اللي قافلين العمق اوريدي اساسا. سيسينيو ريان سيسينيو قدامه او ريان سيسينيو يا عم قدامه هيون مين سون والناحيه الثانيه ايمرسون وقدامه ديان كولوفسكي. ديان كولوفسكي وسون وهاري كين من نجوم اللقاء بالنسبه لي. ديان كولوفسكي وسون في اول كوره جت لهم سبحان الله نفس اللعبه هي هي بتغلب بقى لها ثلاث سنين. ايه هي؟ ركز على الاهبل ابن الاهبل اللي اسمه كايل ووكر ده، ركز عليه وشوفه هو بيجري غلط والعب وراه. العب وراه بقى كتير قوي، العب وراه العب وراه وهتلاقي بجد شوارع فاضيه كتير. وسبحان الله يا اخي نفس السيناريوهات هي هي، نفس توتنهام وتسبير هو هو بتاع بوتشيتينو. دور لعب ودور على كايل ووكر وحط الكره وراه، وبرده سوم يروح انفرادات عادي. سبحان الله 2017 2016 2018 2019 بنلعب نفس اللعبه لحد 2021 2022 كمان. يعني اللي هو انت بتلعب نفس اللعبه وبتغلب بنفس اللعبه ونفس الافكار الهجوميه بتاعتي فاشله، ومع ذلك معلق المباراه مقتنع ان الازمه كلها في ان في طرف موجود على الدكه. انت فاهم القصه؟ يعني فاهم القصه واصله لك ازاي؟ انا يا عمي راجل مشجع مانشستر سيتي بقول ان رياض من اهم النجوم اللي موجودين عندي في الفرقه مع كيفن دي بروين، هم في الشكل الهجومي شايلين الفرقه. بس انا ما بكلمكش على ان رياض لو موجود اساسي كان هيعمل حاجه، لان انا مقفول عليا العوب مقفول عليا الاطراف. انا متساب العب عرضيات بس، يعني انا متساب العب عرضيات. دخل فيا جون خلاص بقى جو الجنونه واللعيبه بتاعتي تطلع تجري بقى يلا عايزين نتعادل. نفس ام السيناريوهات اللي بتحصل معايا هي هي، ونفس السيناريوهات اللي بتبين لي ان انا ما عنديش مهاجم وان انا لازم اجيب مهاجم. وحتى عندي ليام موجود على الدكه مش هنزله. ليه؟ فكرتي لازم تنجح، فكرتي لازم تنجح، مهاجم الوهمي لازم ينجح. برناردو سيلفا اللي بيلعب فيرو النهارده لازم ياخد كور عاليه من اريك داير ومن روميرو. ياخدها ازاي يا ابن المجنون انت؟ ياخدها ازاي طيب؟ ياخد الكور العاليه منهم، لازم ياخد الكور العاليه منهم. موضوع متعب ومرهق جدا، مرهق جدا جدا. اتعدلت بالعافيه اول هجمه مرتده راحت عليك. هاري كين بيقول لك انا المهاجم اللي كان لازم تدفع فيا فلوس، مش تروح تدفع لي فلوس في جاكي، تروح تدفع لي فلوس في جاك جريليتش. انا اللي لو معاك 100 مليون في الماركات ادفعهم فيا، انا القطع الناقصه في ام الفرقه دي. لا انا هكمل بدون مهاجم، بلاهي مهاجمين، انا ماليش دعوه بموضوع المهاجمين ده. طب ما انا عمال تلعب عرضيات لمين؟ عمال تلعب عرضيات لمين؟ طالما انت مش عايز موضوع مهاجم. ومنزل رياض، رياض اول ما نزل برضه لقاها مقفوله، مقفوله ضبه ومفتاح، مقفوله عليك. بتلاقي كولفسكي وبتلاقي وراه ريان بيرجعوا يعملوا واجبات دفاعيه، لا بتلاقي هيون مينسون بيرجع يعمل واجبات دفاعيه، وهولبرج بيغطي عليه. بمقفوله لك بثلاثه، قربت هتلاقي بن ديفيس طلع، قربت هتلاقي روميرو طلع، الناحيه الثانيه شرحه. وبرضه رحيم ستيلينج في الماتشات الكبيره برضه.
بيزعلنيش ان انا بخسر، انا بيزعلني ان انا بخسر بنفس السيناريوهات هي ومحسوب عليا ان انا عندي احسن مدرب في العالم. يعني انا بخسر بنفس السيناريوهات هي تيبيكال، ما فيهاش حاجه بتتقدم ولا حاجه بتتاخر، هي. وسبحان الله يا اخي، سبحان الله، ربك كبير، جبت انت جون التعادل. مفروض الحكم كان طرد كريستيانو روميرو لان عنده انذار، بس حظك بقى. ليه؟ ما هو لو طرد روميرو كنت انت هتركب في السبع دقايق الاكسترا تايم، ما طردش روميرو لبست انت جون. وجون من مين؟ من هاري كين. هو هاري كين اللي بيثبت لك انك حمار وانك مش كبير الفلاسفه ولا مدير فني فشيخ والكلام ده. انا قلتها من زمان، قلت ان ضعف انديه الدوري الانجليزي هي اللي مخليه السيتي راكب السنه دي. السيتي السنه دي ما يستاهلش ان هو يكون راكب، بس هو راكب علشان ما فيش حد قوي بينافس، حتى الاقوياء اللي كانوا بينافسوا وقعوا في ماتشات هبله. السيتي لما هتقفل له الاطراف هتلاقي ان هو فرقه على الله حكايتها. ليه بقى؟ لان انا عندي مهاجم وهمي هاخد بيه الدوري. ضيعنا وقت في الكلام عن المهاجم الوهمي، صح؟ ما هي دي القصه كلها، قصه ان انت جاي تاخد الدوري من غير مهاجم، وانك رامي تقلب كله على رياض وفي الفودن ورحيم كاكا. ورحيم كاكا في الماتشات الكبيره كالعاده يعني اظهر لك ان هو بسم الله ما شاء الله يعني اندر وير، ما يتلعبش بيه ماتشات كبيره خالص. زعلان، زعلان جدا ومقهور جدا. ليه بقى؟ لا، ما كنتش عامل حسابي ان انا اخسر قدام توتنهام، ما كنتش عامل حسابي ان الدوري يولع مني مره واحده كده. الدوري يولع مني جامد ومش هعرف الم انا الدنيا بالنسبه لي. هروح العب في مانشستر يونايتد هخسر من مانشستر يونايتد. ليه بقى؟ هيتقفل عليا برضه نفس الاطراف، وهفضل العب عرضيات ومش هاخد عرضيات، وهيتلعب عليا عرضيات، وكريستيانو رونالدو هيعمل جامب برضه مع كايل ووكر اللي انت بتثق فيه في الماتشات الكبيره، هو نفسه اللي بيغرقك في الماتشات الكبيره. انا تعبت والله العظيم، تعبت والله العظيم، تعبت. الموضوع بقى اوفر والموضوع بقى مبالغ فيه، كل نفس الاخطاء، مفيش حد بيتعلم من اي حاجه. وفي الاخر الناس كلها تقول لك والله لو نزل رياض بدري. يا جماعه والله الموضوع من موضوع رياض بدري او رياض متاخر، الموضوع اكبر من كده بكتير. انك مش مراهن على رياض ولا مراهن على إيه. انت مراهن على فكرتي انا المهاجم الوهمي، ورياض وزمايله هيشيلوها. رياض الراجل كان شخصيه قويه، ودخل شاط لك ضربه جزاء في الدقيقه 94 والملعب كله سخن والملعب كله مولع وحطها في السكر. اللي هو انا مش عايز منك حاجه اكتر من كده، مش عايز منك انك تكون تنين يا اخي مجنح. لعبت لي ماتش كويس قدام سبورتنج لشبونه، عملت مباراه مميزه جدا، وقبليها بماتشين ثلاثه كنت عامل مباريات مميزه جدا، بس مديرك الفني لما مؤاخذه جه في الماتشات الكبيره وقرر ان هو يعوق. ده العادي، طبيعي، منطقي. لازم في الماتشات الكبيره يتحرق دمنا، ولازم نسخن الدوري. ليه بقى؟ عشان انا زي ما قلت لك، انا مش ما ينفعش ناخد ضرب ام الافكار المنيله 60 نيله دي. زعلتك انا في الفيديو ده، صح؟ راجل خسران من توتنهام 3-2، ده لو النادي ده محطوط فيه فلوس حرام الموضوع مش هيبقى كده. احنا بنجيب جون في الدقيقه 91، بنلبس جون في الدقيقه 93. اللي هو انت مش عايز نزعل؟ لو ما زعلتش النهارده ازعل على ايه؟